لعبة آرك انتشرت بشكل كبير هذه الأيام، خصوصاً باليوتيوبرز. وفكرة اللعبة بكل بساطة أنك محبوس في جزيرة نائية موجودة فيها ديناصورات وحيوانات منقرضة شرسة، وفيها أيضاً لاعبين معادين يأذونك، ولازم أنك تحاول تصارع البقاء في بناء البيت والأسلحة المتنوعة والتعاون مع بعض اللاعبين فيها. واليوم جبنا لكم 10 مودات مفيدة ورهيبة في لعبة آرك. بيكن انهانسر، من أهم عوامل لعبة آرك هي اللوت كريت. هذا المود راح يضيف تنويع كبير في الأدوات اللي تلقاها داخل اللوت كريت، وبالتالي يغنيك عن التكرار، وأيضا راح يعطيك دافع قوي أنك تبحث عنهم وتستكشف إيش بيكون داخل كل صندوق. Death Inventory Keeper، تخيل أنك جالس ساعات في اللعبة تجمع لك موارد تصنع أسلحة وتلقى أدوات نادرة ورهيبة، وفجأة تموت من سبب سخيف وتختفي كل الموارد والأدوات اللي كانت حوزتك، ولازم تدق مشوار لجثتك عشان تأخذهم. شيء يغبن صح؟ عشان كذا المود هذا بيساعدك كثير، لأنه راح يخليك تحافظ على كل شيء جمعته حتى بعد ما تموت في اللعبة. طبعا في ناس بيقولوا لك ليش تغش في اللعبة؟ أنت قل له يا حبيبي ما لي فاضي أجلس أجمع لك موارد مرة ثانية كل شوي لما أموت. Personal Mailboxes، أرهب شيء في آرك إنها لعبة جماعية أونلاين، يعني راح تقابل وتلعب مع ناس كثار حول العالم، وطبيعي راح تكون صداقات وجماعات بينكم، وراح تجيكم أوقات تتمنوا أنكم تتبادلون الهدايا بينكم. عشان كذا المود هذا مفيد جدا، بيخليك يكون عندك صندوق بريد خاص فيك وتقدر ترسل تستقبل أدوات من اللاعبين في اللعبة. العيد قرب والناس تحتاج عيديات، عطهم أدوات تسليهم. Revive My Dino، في لعبة آرك مو بس تقتل فيها ديناصورات، راح تقدر أيضا تروضهم وتستخدمهم كوسيلة تنقل، وطبيعي راح تبني علاقة كبيرة مع الديناصورات وتعتبر حيوانك الأليف أو حتى صديقك المخلص، ويمكن بعد تسميه مثلا، خل نسميه صفوق الديناصور. تخيل تكون يوم طالع مع صفوق تتمشى، وفجأة يجمع عليكم لاعبين أو ديناصورات شرسة ويقتلون صفوق. أنت بضيق صدرك وتتذكر الأيام الحلوة اللي بينكم، وتتمنى أنك لو تقدر ترجع بالزمن وتنقذ صفوق. المود هذا لك، بمكنك أنك تعيد إنعاش الديناصور بعد ما يموت، وراح ترجع معاه الأغراض بعد اللي كانت معاه. خلاص صفوق رجع لك والحياة صارت حلوة. Structure Plus، هذا المود فيه حاجات كثيرة وراح أذكر لكم 3 حاجات مهمة فيها، وأنتم عليكم تستكشفون الباقي فيه. أول حاجة فيها أنه راح تمكنك من سحب أي موارد تبيها في اللعبة عن طريق البحث عن اسم القطعة اللي حاب تصنعها أو تكرفتها، وبعدها راح تختار الموارد اللي تحتاجها وراح تجيك على طول في الشنطة حقتك. ثاني حاجة أيضا هي وجود مسدس لها وظيفة أنك تقدر تلغي أي بناء في اللعبة عن طريق أنك تصوب مسدس وتطلق، وتقدر أيضا أنك تدمر أي بناء وأي صخور وأي شيء في اللعبة، وراح تحصل على موارد المكون منها البناء بعد تدميره. وثالث حاجة هي راح أنك تمكنك أنك تفتح الأبواب بشكل تلقائي من غير ما تضغط الزر، وهذا يفيد وقت النحشة من المصائب. Upgrade Station، الأسلحة متنوعة في اللعبة وحتى الدروع والأدوات، والطريقة الوحيدة أنك تحصل على درع ممتاز أو سلاح ممتاز هي الاستمرار في البحث عنهم في صناديق اللوت كريتز، وهذا بياخذ منك وقت ويعتمد على الحظ بعد. هذا المود بيمكنك أنك تطور الأسلحة والدروع والأدوات في اللعبة في أي وقت تبي فيها، لكن طبعا لازم تجمع الموارد الخاصة فيها، وراح يغنيك أيضا عن البحث في الصناديق والأسلحة. الغريب أن المطورين ما حطوا لك هذه الخاصية المهمة في هذه اللعبة، ليش يا ترى؟ Dino Patrol Mode، هذا المود بكل بساطة يسمح لك أنك تحدد مسار خاص يمشي فيه حيوانك الأليف أو الديناصور الشرس، وتضع أعلام ملونة في الأرض، وبعدها الحيوان أو الديناصور راح يمشي في المسار اللي انت حددته. هذا يفيدك لو بغيت تخليه يروح لمكان معين لوحده بغير مساعدتك، أو أيضا تقدر تخلي الديناصورات الشرسة يدورون حول بيتك ويحرسونه من الأعداء. مود خفيف ومريح. Backpack Mode، أهم عنصر في لعبة آرك هي تجميع الموارد المختلفة، ودائما تمتلي الشنطة عندك ولازم تفضيها وتروح ترجع مرة ثانية وتجمع الموارد. هذا المود بيساعدك بأنه راح يوفر لك شنطة ظهر أكبر عشان تقدر تجمع موارد فيها أكثر من معتاد، إضافة لأنه بيكون فيه 3 تطويرات للشنطة تفتح في المستوى 30 والمستوى 45 والمستوى 60. Dynamic Fence System Mode، الكثير يعرف فيلم جوراسيك بارك المشهور واللي لعبة آرك اقتبست حاجات كثيرة منه. أحلى شيء في الفيلم أنه كان في حواجز كهربائية تمنع الديناصورات من الهرب. هذا المود بيخليك تصنع هذه الحواجز أو الأسوار الكهربائية وتحمي فيها بيتك من الأعداء والديناصورات المعادية، وشكلها أيضا من الفيلم نفسه. Dino Tracker، عالم آرك كبير وواسع ومليان ديناصورات كثيرة مختلفة. هذا المود بيخليك تقدر انك تبحث عن الديناصورات الموجودة في المنطقة وأي نوع ديناصورات تبي تبحث عنه عشان تقدر تروضه، وأيضا راح تخليك تلقى ديناصورات أليفة لو ضاعت منك.
تخيل أن نفس فكرة Find My iPhone بس للديناصورات. هذه كانت 10 مودات رهيبة ومفيدة لفي لعبة أرك. قولوا لنا إيش رأيكم فيها، وأيضاً أذكروا مودات ثانية ما ذكرناها في الكومنتس تحت، وأيضاً لو حابين حلقة ثانية اكتبوا تحت إذا حابين هذا أيضاً. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.